يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كفالة الأيتام التي تتم عن طريق بعض المؤسسات الخيرية سواء كانت داخل هذا البلد أو خارجه، هل تعتبر داخلة في كفالة اليتيم الشرعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمت صدق هذه الجمعيات وعلمت أنها تصل إلى الأيتام، أيتام المسلمين، علمت أنها تصل إليهم، نعم، سواء أنت دفعتها للأيتام أو دفعتها بواسطة الوكيل بينك وبينهم، والواسطة بينك وبينهم، فالمدار على كون هذه الجمعيات أنها أهلها صادقون ومؤتمنون على إيصال هذه الأموال للأيتام. نعم.